وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة رجاء رضا السلوم، رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة. أهلا بك في نشرة الثالثة، ولو تحدثينا عن الجهود التي تبذلونها للحد من انتشار البعوض بجميع محافظات مملكة البحرين. مساء الخير على الجميع ويعطيكم العافية. طبعا تواصل وزارة الصحة جهودها للحد من انتشار البعوض من خلال إجراءات متعددة متكاملة، تشمل هذه الإجراءات في تكثيف الحملات الدورية لمكافحة أماكن انتشار البعوض باستخدام عدد من الوسائل، من ضمنها الرش باستخدام المبيدات المناسبة لمكافحة الطور اليرقي للبعوض اللي يتواجد في المياه الراكدة، ومكافحة الطور البالغ اللي هو البعوض الطائر اللي الناس تشوفه. طبعا من منطلق الشراكة مع القطاع الخاص، فتم التعاقد مع شركة مختصة في المكافحة لدعم هذه الجهود أكثر ضمن خطة مشتركة تحت إشراف الوزارة. فهناك في كل محافظة فرق مختصة من وزارة الصحة، وفريق أيضا مختص من الشركة للمشاركة وإعطاء تغطية أكبر للمحافظات وللمناطق جميعها في مدة أقل إن شاء الله. طبعا بالنسبة إلى الإجراء الآخر، هناك عندنا استقبال طلبات المواطنين والمقيمين عبر الاتصال على الرقم 8000 8100 من الأحد للخميس من الساعة 7:30 إلى 3:00. طبعا هذا الرقم مخصص لاستقبال كل طلبات الرش والمعالجة من المواطنين المقيمين، فتتم الاستجابة لهالطلبات، ويتم فحص المنازل للتأكد من عدم تواجد بؤر صناعية للبعوض داخل المنزل نفسه قبل المعالجة. فعند الكشف عن بؤرة يتم اطلاع صاحب المنزل عليها ويعلمونا شلون يتخلص منها، ويعطونا الإرشادات اللازمة لتفادي تكوين بؤر متشابهة. بالنسبة للإجراء الآخر، هو الإجراء التنسيقي مع الجهات المعنية. طبعا بالنسبة إلى الجهات المعنية، هناك تنسيق مستمر بين وزارة الصحة وهذه الجهات من خلال التخلص من مسببات وبؤر التكاثر الخارجية مثل شفط أو ردم المياه الراكدة، أو تنظيف مصارف الأمطار، أو التخلص من الحشائش والمخلفات. فهذه كلها أدوار متكاملة مع بعضها من ضمن الجهود اللي احنا نسعى فيها ان نحد من انتشار البعوض. ولا ننسى ايضا طبعا بالنسبة الى الوعي المجتمع نفسه ومعرفته بماهية هالبؤر اللي ممكن تتكون عندهم في المنازل، فيلتزمون بالتخلص منها مثل الماي المتجمع من تقطير المكيفات، او الماي الموجود بالصحون الخاصة بالأصيصات، حتى لو اي وعاء صغير فيه ماء مؤمل ممكن انه يشكل بؤرة، يعني في الجانب بؤرة للبعوض. فالجانب التوعوي مهم. نعم. وطبعا الوزارة تقوم بنشر التوعية من خلال الزيارات نفسها للمنازل أثناء الكشف والفحص. أيضا عندنا المنشورات في حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة، ومن المشاركة أيضا في الإعلام معاكم من خلال النشرات الإخبارية، المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية. كلها هذه أدوار متكاملة إن شاء الله لخفض الحد من مشاكل البعوض بإذن الله. نعم، كل الشكر على هذه الجهود التي تبذلونها السيدة رجاء رضا السلوم، رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة. شكرا جزيلا لكِ.